منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام لا يخلو استقبالهم بالترحيب الحافل وتوزيع الهدايا، ويكون في مقدمة المستقبلين رؤساء المكاتب والأعضاء. ضعف الإيميل بيجينا من المؤسسة عبر البريد الإلكتروني، وعدد الباصات وعدد الحجاج القادمين من قبل وصول الرحلة ب6-7 ساعات، عشان خاطر نكون احنا مستعدين لاستقبالهم قبل الوصول. انبسط لما نشوفهم بيضحكوا مبسوطين، لأنه في كثير ما عمر ما حجوا ونفسهم ما حجوا، فانبسط لما نشوفهم يجوا مبسوطين، أشوفهم بيضحكوا معانا، يعني شعور لا يوصف بالنسبة للحجاج، شعور لا يوصف. ترى البهجة والسعادة وحديثهم الذي ينبع من القلب لقدومهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول. مدينة كينغان بيغمبر عليه الصلاة والسلام قبر للرسول أولدنا كينغان دقي خص خيجون رسول الله بيريب كان السلام عليك يا رسول الله دقي حالات تصور قلبه ميدي أدامنا مطلق خيجون Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzurlarda aynı Resulullah'ın sözleri var iken kim bana kabrımı ziyaret kılsa kudu bana ziyaret kılken diye bulandı. Çünkü Resulullah'ın olduğunda turumuzda uzun biz kıskıkenimiz için hakikaten bu hayacan bir tarafla mahursan çilik bir tarafla bir hayacan buldu. لما زرنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني انه نحن نعرفه من زار قبلي زارني فهذا الشيء يقول يعني كنا نحن يعني مبسوطين جدا لدرجة أنه كنا نحن نبكي عشان الشيء هذا وكنا مبسوطين جدا 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 عشان موضوع هذا. الملك لا شريك لك. الله جحم صنع لبسن جزال جدا يعني. و بو دنيا ده بيتا. و دنيا ده بيتا. الله في كعبة الله. كرب كزين ياسين جلاد قلبين نجين نبنا. ونعد سوز ما عد برامي من. يقول الصراحة شفنا مكة يقول حاجة ما توصف. أول مرة نجي لكن في الدنيا حاجة هي حاجة واحدة اللي شفناها ما أقدر أوصف لك، حتى قلوبنا بكيت وعيوننا بكيت على الشيء هذا، يعني حاجة ما نقدر نوصفها، هي حاجة محبتنا للموضوع هذا وجيتنا هنا عشان نشوف الأشياء هذه، واللي بيقدموه من خدمات مرة ممتازة. السعي وراء تقديم أرقى الخدمات هو نهج المملكة حكومة وشعبا لينعم حجاج بيت الله العتيق إلى أقصى درجات الراحة والتيسير. لقناة إقرأ إبراهيم حبتر.